اليوم فريق الوداد يعني غادي لتونس العاصمة من أجل إياب خوض إياب نهائي كأس عصبة الأبطال الإفريقية. كتشوف أن الوفد الصحفي هو وفد مهم غادي بفريق الوداد، وفد يعني كي كنقولوا باللغة الدارجة صحيح، لأن فريق الوداد خصو يعني يوقف على كل صغيرة وكبيرة هناك بتونس، والتغطية الصحفية يعني من هذا الحجم ربما غتعري الحقائق وغادي توري كل خبايا ديال لقاء الإياب. كنعرفوا أن فريق الوداد لحد الآن كل حظوظ باقى بجانبه، واحد لواحد 50% للوداد و 50% للترجي، كل حظوظ باقى بجانب فريق الوداد. فريق الوداد ما خسر حتى شي حاجة، لقاء الإياب هو اللي غيكون حاسم، هو اللي غيعطينا الفريق اللي غيتوج. نتمنوا أن فريق الوداد يكون في نهاره ويكون في الموعد ويعطينا تتويج إفريقي آخر لكرة القدم الوطنية. المقابلة الإعلامية اللي يعني مع الأسف شنتها بعض المنابر الإعلامية الخارجية وخاصة التونسية هي يعني حرب اللي كنقولوا تسبق المباراة، الغرض منها النيل من فريق الوداد وتحطيم المعنويات ديال اللاعبين، ولكن الصحافة المغربية بالمرصاد حتى هي قدمات يعني منتوج صحفي في المستوى يخدم مصالح فريق الوداد. وكيف قلت لك أن الوفد الصحفي اللي غادي بهذا الحجم ما هو إلا رسالة للصحافة التونسية على أن المغرب هو الآخر حاضر بقوة على المستوى الإعلامي من اجل مؤازره الوداد ومن اجل يعني حمايه فريق الوداد في لقاء الاياب. وكنعرفوا ان فريق الوداد فريق كبير، وفي النهار الكبير كيكون كبير. هي في حقيقه ربما حاله عاديه انه في مثل هذه اللقاءات الحاسمه، لقاءات نهائيه ديال كاس افريقيا الامم، خصوصا بين دولتين يعني من نفس المنطقه، منطقه المغاربيه، كنعرفوا الحساسيه اللي كتغلب على هذه المباريات. فمن الطبيعي اننا نلاحظوا كل هذا الجدل وهذا اللغط اللي غالبا ما كيسبق لقاءات حاسمه، لقاءات نهائيه اللي كل واحد بطبيعه الحال كيحاول يفرض الذات ديالو، كيحاول انه يدول الاسم ديالو في سجل الالقاب. لكن ربما ما زاد من اهميه يعني هذا الجدل، وهو ربما ما سبق كل هذه المباريات الأخيرة للفرق المغربية، سواء تعلق الأمر بنادي سبركان من خلال لقاء مع فريق النادي الصفاقسي، ثم أيضا لقاء فريق الوداد البيضاوي، لقاء الذهاب اللي كلنا كنعرفوا الأخطاء التحكيمية يعني الكبيرة اللي ارتكبها الحكم جهاد جريشة، ثم تلت ذلك ربما الحال أحكام أو أخطاء تحكيمية أخرى في لقاء الفريق نادي سبركان أمام نادي الزمالك. كل هذه المعطيات جعلنا اننا كنعيش واحد الاسبوع مشحون، اسبوع اللي كل واحد كان كيحاول يعني يحاول يغلب الراي ديالو على الراي الاخر، كيحاول انه ما امكن يفوز بهذه الحرب، لان حرب اعلاميه كبيره وكبيره جدا وهامه بالنسبه للفرق المتنافسه، سواء تعلق الامر بالنسبه للفريق الوداد او بالنسبه للفريق الترجي. شفنا الصراع على مستوى يعني المواقع الالكترونيه، على يعني في خط الفيسبوك، في يعني شفنا مواقع التواصل الاجتماعي، شفنا حرب كبيره بين يعني المشجعي هذا الفريق وفريق اخر. ربما هذا الشيء طبيعي، كل ما نتمناه ان هذه الحرب الكلاميه ما تتجاوز النطاق المحدود، تبقى في اطار الروح الرياضيه. هي مجرد مباراه في كره القدم، يجب ان الفوز سيكون من نصيب الافضل وليس الا